لله رب العالمين، نحمد ربنا على كل شيء. احنا مش جايين النهارده نتكلم عن انتخابات مجلس النواب، انتخابات وعدت، لكن اللي انتوا لازم تعرفوه، اقسم بالله العظيم انا الاول من اول سنه. انما انا مش هتكلم في الموضوع ده عشان ما شمتش صفحات الاخوان فينا هنا في مصر، مش هغلط في بلدي، مش هغلط. واتحملت ما هو فوق طاقة البشر. وفي النهاية أنا داعم رئيس بلدي وجيش بلدي وشرطة بلدي. ومش هتغير. ومش منصب اللي هيغيره. وبعدين أنا بقعد أفكر عشان الحرب اللي قامت، انا مش عارف بصراحه من الذي اسقط مرتضى منصور، هل هي دوله قطر ولا بعض صفحات الاخوان المسلمين ولا بعض صفحات النادي الاهلي؟ مين دول كلهم؟ وفي النهايه الناس انتخبونا في النهايه، فعايزهم كلهم كده يلموا بعضيهم كده ويتكلوا على الله. ومش هغلط في بلدي، أنا راضي باللي حصل. وكنت بسأل نفسي، هو أنا من 2005 لغاية 2016 كام سنة؟ 11 سنة ما كنتش عضو مجلس نواب، وكنت باكل ازاي؟ وبشرب ازاي؟ وبتنفس هوا ازاي؟ طب من ساعة ما أمي ولدتني لغاية سنة 2000 ما كنتش عضو مجلس نواب، كنت بمشي على رجلي ازاي؟ مجلس النواب ما بينفعش رجالة، الرجالة اللي بتصنع المكان. انفضل، ما هو انا اكمل انت، لا تعالى كمل انت. قمت اقرع كده زي الحاج حسن. ما هو الناس اللي القرعه دول بتجيب الحلاق. فأنا بقول الحمد لله أنا راضي، ومش جاي أتكلم النهارده عن مجلس النواب. صفحة وقفلتها، وبشكر كل أهلي في مكرمة اللي انتخبوني. القاضي أعلن إيه بقى؟ ماليش دعوة. وعلى فكرة كان احترام متبادل بيني وبين الشرطة هناك، ناس محترمة على قدر المسؤولية. مين اللي عمل كده؟ في وقت من الأوقات هنتكلم ونحكي، بس ده مش وقت. مش وقت عشان ما نشمتش بس حد فيه.